الله يزهر الجينات والله. الغريبة انه مجدي الجينات المصرية فيه وما فيه ما فيه صح مرزان ولا بدون كل المصريين فل إلا انا بقول لك قصة شوف أيوة. انا اولا مواليد جدة حي الهنداوية حي الحي طبعا الحي خليطي يعني ما شاء الله تبارك الله حي فيه من افريقيا وفي من جنسيات مختلفة يعني. وفي سعوديين مرة. وفي من الصومال وفي من اثيوبي يعني مشكل ما شاء الله تمام هذا امر الامر الثاني اللي اقول لك انا مرة من المرات جينا نجدد اثباتنا انطبعت هوية الجنسية اليمن اي نعم بالشكل بالوجه بالشكل بالوجه بعدين رحت عدلتها وصورتها اليمن صورتها خليتها عندي للذكرى عندي موجوده نعم تروح اليمن حتى لما جيت قالوا لي لا اطلع اطلع عند الاقيد عشان بيسأل قلت مو مشكله طلعت قال لي اوراقك قلت له هذه اوراق شاف اوراقي كل شيء قال لي يا اخي وجهك ما يوحي انك مصري قلت له طب انا ايش اسوي مولود من هندويه اشيل وجهي ارميه اركب وجه ثاني قال لي شوية طالع كذا فيه يقول لي بالله يقول لي كلمة مصرية عشان أنا أقتنع يقول لي أنا بطبع لك إثباتك بطبع أنا بطبع من عندي بس أقنعني إنه أنت مصري قلت له عاوز إيه قلت له كذا على طول طبع لي قال لي زي مجد في الأسانسير إحنا طالعين برج القاهرة اللي على الأسانسير اللي يضغط يطلعنا قال له إزيك مجد طل فيه قال له سبيك أرابيك ما في ولا شيء تقول له بخير قول له الحمد لله قول له اي شيء ما شاء الله ما شاء الله يلا مجد السؤال اللي بعده انا شوف يا عباس انا منجح فقرتك اليوم الحمد لله حس فقره ناجحه انا هو هنا دائما يقول السؤال اللي بعده مهندس والله مهندس مهندس معماري هذا مهندس صح والله كول سنتر ايه كذا ومعه كول سنتر مطرقه حطه هنا يطلب غدا ايوه قناه المجد مرحبا كيف طيب يقول لو في خصم حسب جمال وجهي كم بيكون من 100 خصم خصم حسب جمال السؤال هذا اللي ما حد يتمناه سعد والله ما شاء الله يا مجدي يعني بيجيك خصم طيب يعني بيجيك 80%